اللي بقول باش 50 باش 50 بلاد ايه مزبوط. ما بعرف للحقيقة ما عندي جواب لسؤالك، سؤالك قوي كتير وحلو، وهيدي قراءة أنا هاللي بقدر أدعي هو إنه كل شخص يقرأ الشعر ويكون عنده قراءته للشعر وقراءته للقراءة طبعاً حسب هو كمان أعماقه وأحاسيسه وشو هاللي بحب يجيب على هالكتاب، لأنه في شغلة بيقولها مونجيل عزمناه بجمعية السبيل من كم سنة على بيروت، وهو إحدى يعني واحد من أهم الناس اللي بيحكوا عن الكتب، وعنده أكبر مكتبات من أكبر مكتبات خاصة بفرنسا. قال اللي بيكتب الكتاب هو القارئ يعني بكل بساطة. نعم هو بفسر كمان على ذوق. الديوان مقسم إلى قسمين. قسمين. أول واحد لابويزي، وثاني قسم اسمه أنتي لورا فو ميو كو دو تيان. ليه يعني ليه القسمين؟ وثاني قسم عن شو عم تحكي فيه؟ يعني القسمين لأنه قصيدتين، فينا نقول إنه مجموعة قصيدتين. إذا بدي أطبع بس أول واحدة كان كتير صغيرة، مش هيك حطينا مجموعتين. هلأ في طبعا مرور بين أول، يعني في جسور خلينا نسميها بين أول جزء وتاني جزء. نعم. بس برضو أول جزء انكتب بفترة معينة ومتكاملة وبتعمل نظرة خاصة اللي هي عن الشعر، بينما الجزء الثاني هو مراسلة للحقيقة. نعم. مثل ما عملت مع ميشيل أصير اللي ذكرتيه الشاعر عايش. نعم. صاحبي يعني. نعم. عايش بفرنسا وتراسلنا على بفترة السنة تقريبا، تراسلنا كل كم يوم، ترسلنا طبعا الكترونيك. نعم. نصوص تروح والتاني يكتب عليها دغري. رجعت عملت نفس الشيء مع شخص اسمه شاعره كمان اسمه ندى حليفا، وحطيت هون نشرت الجزء اللي بيتعلق فيه بس. نعم. هلا العنوان هو يعني يعني هيدا مفاجئ شوي كعنوان قصيدة. إذا بتحب يعني هو تنقول الحلم أهم من الحقيقة أو من المادة، يعني أنت لورا ولو بصيغة المستقبل، بس ما عندك إلا عصفور واحد أحسن من 10 إذا معك يوم باليد يعني. نعم. الفكرة يعني الحلم والأمل. نعم. ولولا ما في حلم وأمل ما كان في كتابة ولا كان في إنسانية عم تتطور. يعني نحن من وين عم نجيب القوة تبعنا؟ لأنه ما عم نكتفي بهالعصفور اللي معنا إياه باليد ومتكمشين فيه، لا في بعد إمكانيات. أكيد نعرف كمان أنه ترجمت كتاب اللي كمان وقعته ب 16 سالون دو ليف فرانكوفون لفيصل فرحات اسمه لو جو او جو كومونسي ا اكرير، وقصه حلوه كثير هي قصه ولد عمره 10 سنين بيشحد وبيو اكيد عنيف معه بيضربه اذا ما جاب المصاري الكافيه وبيوعيه قبل الضوء وما بيخليه يروح ايام على المدرسه، وهو بيروح بينام بيهرب من هالوضع وبينام تحت الستاتيو يعني ساحة الشهداء وبيحلم انه يصير كاتب. مظبوط. قصة جميلة جدا، انا حابة اعرف كيف صار عندك الفرصة انك انت ترجمها الى العربي للحقيقة للفرنساوي. ترجمتها للفرنسي للسبب اللي هلا قلتي اذا بقدر ارجع عيده يعني وضحه، حبيت اعطي شهادة تيمونياج هالكتاب تيمونياج عن طفولة باخر الستينات ببيروت، بالتحديد الطفل فيصل عمره 11 سنة بال 68 قبل الحرب، وهالشهادة هيدي عن بيروت ال 68. نعم. عن شهادة عن قوة الكتابة، وهاللي بقول فيها وهاللي هيدا اللي حركني للحقيقة انه اذا اليوم نحن عم نحتفل ببيروت عاصمة عالمية للكتاب، هو لانه بيروت قدرت تعطي باواخر الستينات هالحلم لهالطفل. صحيح انه ما عنده شيء، صحيح انه بيو ظالم وبيضربه، صحيح انه ما عنده الا هالشيكلس وهالكعكات اللي بيبيعهم بالجبل والشيكلس ببيروت، وبس عنده قوة الحلم انه ان شاء الله يصير كاتب.
وهيدي بيروت يعني هو أوماج لبيروت أكثر ما هو لفيصل، يعني هو رمز، رمز هو هيدي سيرته ذاتية عم بيحكي شو صار معه كطفل. ولكن المعنى المغزى الكبير هو أنه بيروت بالفعل عندها ديناميكية عم نشوفها اليوم على المستوى الثقافي والكتابة والفنون، ولكن مدينة تستحق تكون عاصمة ثقافية لأنه قدرت تعطي لطفل ما عنده شيء تعطيه حلم الكتابة. حلو كتير. وفيصل فرحات هو اللي كتب الكتاب لأنه هو كان يروح على المدرسة وتعلم الكتابة ووقف بهالسنين هاللي كتب السيرة فيها. نعم. يعني وقف بالستين. نعم. بس برضو طفل هالحلم هيدا جسده. نعم. وبحب أذكر أنه يعني شوفي الصدفة. نعم. أنه عزمتيني على اليوم بعد الظهر أو بالأحرى اليوم عشية بالسيتي كافي بالحمراء عم يمضي فيصل جزء الثاني من هالكتاب هيدا كمان، وحابب انت ترجع تترجم له اياه؟ يعني اذا 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 مشاريع لازم تترجم على كل حال اذا انا اكيد أو لانه كتير كثير يعني بتقريب بتحس انه كانه هذا الصبي بتعرفه، لانه نحن بنشوف كثير الشحادين وين ما كان، ولكن تتصور هيك براسك انه ممكن يكون ولد من هالولاد بشوارع بيروت. بنعرف انه حضرتك كمان عضو مؤسس لجمعيه سبيل واللي هي عم بتقدم جائزة أدبية لأفضل كتاب للأطفال، وبيضمن أكيد بيروت عاصمة عالمية للكتاب، إذا فيك تخبرنا أكثر عن هالموضوع. بحب أقول إنه هلأ بالوقت الحاضر أنا عضو عادي يعني. نعم. مش جمعية السبيل ارتقت إنه ضمن نشاطات بيروت عالمية عاصمة عالمية للكتاب تعطي جائزة تتشجع الكتابة للأطفال، لأنه يعني في نواقص بأدبنا اللبناني للأطفال، في إشياء كتير حلوة عم تطلع، بس منحب كمان نشجع أكتر هالكتاب إنه يتوجهوا للأطفال وخصوصا للشباب هاللي عمرهم بين 11 و13 سنة. بس بالوقت الحاضر كمرحلة أولى ارتقينا إنه الجمعية رح تعطي جائزة بقيمة $3,000 اللي هو لا بأس به لأي كاتب كتب للأطفال بين عمر 6 سنين و 11 سنة ولدار نشر، يعني لكاتب كتاب نشر في لبنان. يعني احنا كمان بدنا نشجع اكيد باللغه، هي اللغه العربيه بالوقت الحاضر باللغه العربيه. انا شخصيا متامل انه نتوجه بعد سنين اذا اجينا دعم وبدنا دعم حتى نعطي بكل لغات، يعني باخر المطاف لبنان متعدد اللغات. صح. بس طبعا اهم شيء اللغه العربيه اللي هي اللغه الوطنيه انه ندعمها طبعا. نعم نعم، حلو كتير. نحن بنتشكرك كمان انه عم تفكر بالاخرين، يعني هذا مزبوط. هيدي الجائزه الكتب لازم يوصلوا على الجمعيه. نعم. قبل اخر الشهر اللي رح يبلش بعد كم يوم، وانتو يعني قدرتوا كمان تقولوا يعني وين ممكن اذا في حدا عم بيحضرنا مهتم وين ممكن يبعث يعني الى بكل المكتبات العامه لمدينه بيروت اللي هن بعدد 3 بالوقت الحاضر ان شاء الله يكتروا، اللي هو على البشوره وبشارع منو وبجنينه ال صنايع لا جنينه شو جيزويت تبع الأشرفية. نعم. في مكتبة عامة هناك بأي مقر للمكتبات العامة ببيروت ممكن أو الناشر أو الكاتب يحط الكتب هاللي طبعا أصدرت بالسنة 2008 و2009. نعم. سنة جاي بنعطي 2010 وبس، والجائزة اللي حتعطى بآخر نهار من بيروت عاصمة عالمية للكتاب اللي هو ب22 نيسان 2010. مزبوط. نحن بنتشكر.